يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تدعي بعض المتاحف في بعض الدول أن بعض آثار الرسول صلى الله عليه وسلم من شعر وغيره موجودة لديهم، فهل يصح ذلك وكيف نتحقق منه؟ هؤلاء يريدون الدراهم، يريدون أن يخدعوا الزوار علشان يأخذون عليهم دراهم وضرائب، فهم يعتبرون هذا من الموارد لهم، هذا من الكذب. لم يبقى شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ثيابه ولا من لطول المدة. وأيضا من يثبت أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه بردته أو هذه ثيابه؟ هذا كله من الكذب والاحتيال على الناس. من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه ويطيعه صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته. نعم.